السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات. فيديو اليوم نزلنا انا ومصطفى دوس كواد ونزلنا حاويات، مثل ما بتعرفوا نحن ملوك الحاويات، ما حدا يطلع له معنا، فاحيانا بنموت عادي مو مشكله. فكان جيم كثير حلو وحبيت اشاركه معكم، بتمنى انه انتم كمان يعجبكم الجيم وبتمنى لكم مشاهده حلوه. فصارت معنا شغلات كثير حلوه بالجيم وبعد الجيم، فاللي صار ما راح احكي لكم شو اللي صار معنا بالجيم، فراح احكي لكم بعد الجيم شو صار معنا. بعد الجيم تواجهنا مع سكواد عراقي، فبعد ما شلناهم وخلصنا الجيم مصطفى صار عنده فصل باللعبه، فتواصلت معه على الوقت شو صار مصطفى، انه حسابه تبند لمده ساعه لانه جاء ابلاغ من سكواد اللي فنشناه. فما بعرف ليش هذا الشيء، يعني انت نازل تلعب جيم عادي تموت تقتل عادي، نحن كمان بنموت، يعني احيانا بننزل جيمات كثير وبنموت، فما في داعي نروح نعطي ابلاغ على الفاضي لشخص اللي مقابلنا اذا مو كان مفعل هاكر او مفعل اي شيء ثاني. فاللي واجهناه بالجيم انه هذا الشيء تبند حسابه لمده ساعه واجى ابلاغ من الشركه اذا يجي ابلاغ ثاني راح يتبند حسابه لمده 10 ايام، واذا جاء ابلاغ ثالث فراح يتبند حسابه على الاخير. فما بعرف لشو هالتصرف هذا، لحتى عم تعملوا ايه؟ خلص نزلت العب جيم العب جيم، فما في داعي تعطي ابلاغات على الفاضي اذا ما الشخص مقابلك نظيف ما عنده شيء. ف ما بعرف شو بدي اقول، والله ما بعرف. فالمهم بتمنى لكم مشاهده ممتعه. اما بالنسبه للموضوع الثاني اللي حكيت من عليه على الموضوع من شويه على البث مباشر، فراح احط لكم رابط قناه ثانيه ورابط مجموعتنا على الواتساب اللي انا والمتابعين كلياتنا موجودين فيها وعم نحكوا مع بعض، فعندي ديسكورد كمان، فبس ما بدخل على ديسكورد، ما بتعامل مع ديسكورد. اما راح احط لكم هدول الروابط بصندوق الوصف، ادخلوا على صندوق الوصف بتلاقوا فيه كثير شغلات، رابط قناتي ثانيه، رابط الانستغرام تبعي، رابط مجموعتنا تبع الواتساب اللي انا والمتابعين موجودين فيه. كلنا نحن حاليا تقريبا شيء 15 20 شخص عم نتواصل مع بعض، فإذا كنت حابب تكون معنا ضمن هاي المجموعة أهلا وسهلا فيك وين ما كنت ومين ما تكون. ومشان القناة الثانية كمان راح استنى منكم رسالة كأول شخص أول ضيف عندي على القناة، راح نعمل تحدي مع بعض ضد بعض، أسألك أسئلة تسألني أسئلة بعرفك أكثر وأنت تصير تعرفني. كثير منكم عم يسألوني أسئلة فما عم بحسن أجاوب عليهم كثير، فهيك أنت بتسألني سؤال وأنا بجاوبك، وإذا ما بدي أجاوب فبتعطيني عقوبة بعملها. هيك بتكون تعرفنا على بعض وصرتوا تعرفوني واعرفكم وكيف دخلت هالمجال ومن وين انا وكيف وشلون، كل المعلومات بتصير عندكم وانا من هيك بصير اتعرف عليكم ونصير نتقرب على بعض، نتقرب من بعض اكثر واكثر. وتحياتي لكم وشكرا ومشاهده، ربي يسعدكم. واللي عجبه الجيم يحط لايك ويشترك بالقناه اذا كنت اول مره عم تتابعني، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، واتمنى لكم مشاهده ممتعه والسلام عليكم. متجي اين ننزل وعالم مليانة يا متجي، يعني ضروري تنادي للعالم يا بس ضروري تنادي للعالم كلهم كل حاوياتي. ويلي يو ام بي، ويلي فلير، في واحد دخل مستودع، واي وقعت متشي. يلا من حظك روح شيله، متشي بس دير بالك، تعال في واحد هون جوا الله يرحمه، تشانز لمن زينة وحش. لقى صاحبه هون، صاحبه بالحاوية تانية تعال بالمسدعة تانية. اي 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 شو الاس كيس اللي مثل الرشاش؟ تعال متشي. معك دم قهرمان؟ لا معي بس مشروب. عليك في دم هنيك، انت روح خد، انت انا بشوف هيك بخش عليهم. لا خد دم، خد دم، عبي عبي عندي مشروب.
تجي معاه تدخل. هدول اتنين وين هربوا؟ ما بعرف. ليك انزل 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 امشي. متى بعد جتنا على الرمانة؟ متى دير بالك من هذا اللي ورا وين هو؟ اللي ورا مات، اللي ورا مات مات. متي لف له من هنيك ليكو جنبي. خلص كلات. يسلموا ايديك على الفلير. علوب يا حبيبي علوب انت وياه ويسلموا ايدك على الفلير. ماشي حبيب القلب مشكور. هدول شو معهم؟ متشي لوت كل العالم كل الدنيا. خليني اجي شغله يا متشي يا متشي. خليني منيح نفد منك الدرع شو اسمه المدمج متشو. انو درع؟ في واحد رقم درع ليفل 1 هنيك مدمج كان. هكذا يا زلمة ما كان عنده مد لهيك قتلته اللي ورانا. راح جيب له سكار وينفور وجانا يقتلنا. تاك متشي نحن بالدائرة؟ ايه عيب عليك يا زلمة معي فليرين ليش ما نقول بلكي يجينا كل واحد قوم هلا نطرقع ايه على راسهم. قهرمان عندك سكوبت معي؟ لا عندي سكوبت ولا مليونة 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 سكوب ثمانية مليونة كله مليونة كله. تعال نشيل طلق. تعال ما عندك مخزن 40 زيادة متشي؟ معي زيادة. اه زيادة ليش؟ انا بدي مخزن 40 زيادة. هوب وينك انت؟ عم بيضربوك ولا بوتات؟ شو بعرفني طلقة هنيك. هذه جيتك جيتك لا تجي خليني اشيله وبعدين تعال. هذا شكله لاعب. ها بالبيت مكمبر لاعب لاعب. هذا مو بوت هذا لاعب. ليك 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 عالم ورانا عالم ورانا. تعال اي كوم اي كوم. طب ما عندك سكوبس؟ هيه ابلع. وين؟ من طرف جورج بولجاي عمل لي الحركة الخزعبلية تبع انه شفتك ما شفتني. طب انت شفته انا كمان بدي اشوفه ما عم شوفه. ورا الشجرة هو بس في واحد بالبيوت هدول اللي هون. عمو عمو بس طالع لي راسك هيك جيب بلا ما يشيل واحد منا متشي. روح اخذ كفر يا زلمة. اقعد فت اقعد يا اخي. انا علوبي 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 تعلم الكمبر اخوي. روح
خذ لك طلقة من عمك كهرمان كردي وروح على اللوبي وادعي له. يلا طب اقول لك على اللوبي، على اللوبي، على وادعي لي، اللوبي يا ادعي لي عمي. على الطلقة اللي جبتك اياها، ادعي لي. والله معه كار الحمد لله. يا كهرمان في سكوب 8 هون بدك؟ تعرف في دروب هنيك نازل، تروح طلع عليه ولا طلع شلون؟ طلع وين؟ ليك ونازل بعيد. ايه انا معي خوذة درع، اذا انت بدك امشي. لا تعال ما تخلينا نروح ندور على العالم، مو باين غير 20 واحد. يوف ليك 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 ليك، عالم عندنا، عالم عالم عالم، اجتنا سيارة باقي. لا نفد، تعال تعال عالم راحت لهنيك، تعال. ضربته هو بالبقي؟ ايه ضربته هو بالبقي يا محمد، بس ما نزل يا زلمه، اجت براسه ما نزل. ليك في دروب عنا، ليك ليك في عالم هنيك جماعة الباقي، راح هرب ورا الجبل. نفذ نفذ نفذ، اوف تعال روح تعال روح روح خلينا. كانوا 2 انت دعست عليهم ولا 1؟ 2 هذا المسكين انصدم يا زلمة. ابو مجي خود كفر، مجي خود كفر. خلينا نهيئ، متشي شين هذا، متشي وين هذا؟ شايفه شي؟ من البيت، من البيت، من البيت، لا عم لا يضرب من البيت الصغير من الكوخ. ليك وجه لعند صاحبه، زدت له رمانة، زدت له رمانة تحت. ما جاني كيل عليه، شالو؟ قتلت 2، ها؟ واحد بالقنبلة وواحد، شلت 2، واحد بالقنبلة وواحد بالكيس. ما جاني كيل عليه مع اني انا كنت منزله، بس جماعته ايه قريبين. اول مرة ايه طبعا. اف 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 سلم لي على راسك حبيبي، شو هالحركة اللي عاملها؟ ما قتلت ولا واحد بالأم لسه؟ بالقوم ما بعرف، يمكن لا نزلت ضربت هذاك اللي ابو الباقي، اعطيته هيد شوت وما نزل. حلو بس لا ما تهنينا بشي قتله يعني بالقوم. متشي ما في كيلات يا زلمه، 12 كيل يا زلمه بربي حرام. طب هدول وين عم يقتلوا بعض؟ بس بدي افهم. والله عراقي، كفو كفو العراقي، كفو الاحساس، جاب اجل للاتراك. والله 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 فرحت لي قلبي يا غالي انت، بس الا ما تجيب اجلي كمان مشان افرح لك اكثر. جايين انه سياره، سياره على الجسر ورانا، كانه هذاك العراقي مرق منه هذا بكل ايه مرق. عم اقول لك بكون وقف هون، بكون شافنا هو. والله وين بده يشوفنا؟ أكيد راح البيوت اللي فوق. تعال تعال عليك السيارة هون. وينه هون؟ هون تحتنا، معناته هو كمان هون تحتنا. يا وين؟ ويكون عند النهار.
لك عنده هيك. والله لشيلك بالقنبلة. قوم بدي اغسلها. والله زي اغسلني إكيم. ما هو اوكي مسكار، هذا من جماعة شو اسمه، كان عراقي هذا؟ لا ليكن ليكن ليك العالم ليك العالم ليك العالم ليك. وين 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 كم هذا من كم جماعة العراقي. جوبا جوبا، كمل كمل بسير كمل بسير مشي. ليكو 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 على الصخرة. مين هذا؟ أخذ كل منك. ساعتها نروح على الدائرة اللي بيجي هو، ايش وين هو؟ ما بعرف وين هو، بكون لفت لتحت ما بعرف، كنت عم بهيلك ما شفته، بس درعه وخوصه ملتعنة خاصة. كمبر 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 زعبر خرب. كبر كبر كبر. بتحداك تجيب الاخر بالام ناسكو ناسكو. اذا وين خلينا نشوفه ونروح لعنده، اذا هو نزلك انا وقتها بقتله. خليني هيل ما يكون ما بقينا عندي درع لحتى اواجهه بالام انا. نروح الله عليم وين مكمبر. يا حبيبي خذ نصيحة مني ما تكمبر وأنا بالساحة. الله 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 على المشاعر والأحاسيس. روح على الدروب خذ ليك عداك وشايفه متشي متشي عند الصخرة عند الصخرة عند أي صخرة عند الصخرة. تمام ليكو اسمع انزل تاع هذا الطرف انزل تاع هذا الطرف. عندك سموك دي اضرب له سموك ليكو على الصخرة هو. يلا روح ليك هو اجى لهنا. كمبر ليك هون كمبر جنب قدامي. هي كفو 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 جبت لك يا مجي. والله كفو. والله كفو وحش. تعال نقص نقص وحدي. روح يا بس والله ما معي كلات. 4 كيل 18 ما عندي كلات خلي ما
عندك 4K؟